السحلب، حاطط نص لتر من اللبن. كل واحد بيبدأ يظبط حاجة الحاجة بتاعته أو السحلب بتاعه على حسب إيه احتياجه له. فأنت مثلا بتبقي عاوزة اللي يبقى تقيل شوية، فالموضوع ده طبعا بيرجع لك أنت وبيبقى براحتك يعني. عايزين مضرب سلك يا أستاذ. ده نص لتر لبن. بجيب عند المعيار دوت واقوم حاطط فيه ايه 3 معالق من السحلب. اقوم واخد عند السكر. السحلب طبعا ما بقاش تقيل، انا ما بعملش مهلبيه. نسيبه عندي يتقل عندي كويس جدا على النار وايه ونقدمه. احط معاه مكسرات وهحط معاه كمان فواكه من فوق. فكره ما بقاش الحاجه تقيله معايا، المهم خفينا شويه عشان تطلع الطعم ايه بتاعها مظبوط. بجيب بقى بحضر عندي البلانشه اللي هنبدا ان شاء الله نشتغل عليها في الحاجه. وادي المكسرات. انت عايزه تكتفي بالمكسرات الزبيب والسوداني ماشي، انا على طول بشرب السحلب بايه؟ هو السوداني بس. ما اشربش اي حاجه على السوداني يبقى محمص. بس هيبقى السوداني اسواني، موضوع تاني خالص. السوداني الاسواني طبعا ايه حاجه فل. هو متحمص كده ونازل، وكمان ساعات بيحمصوه في الرمل، بس ده طبعا في ايه في الصيف. معجب انا بالبلد بصراحه. ادي السحلب خلاص كده بقى تمام. نقوم واخدين السحلب كده اهوت ونروح فين؟ السوداني محمص من فوق.